إيه تو كيف ما يقولوها هموت الراحل. الريل حضر سيبون فاليدي جو احلى جو. اما الريل نتاع اليوم لاني باش نقول لكم تحطوا عليه لجمات لا كومونتيرات لا حتى شيء. الطلب الوحيد انكم تحاولوا تسمعوا اكا هو يقعد دقيقه ونص اطول حاجه 90 سكوند اطول حاجه تنجم تصير في الريل. وتعبت برشا بالرسمي انا وجماعه باش وصلنا ل 90 سكوند خاطر كان اطول برشا. وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تسمعوه وان شاء الله فما شكون يستفاد منه بحويجه. دونك ريل اليوم نعرفش ممكن شي كالعاده 8 8 ونص ما عندي حتى فكره. باه نحكيو فيه الموضوع مادام انتم كبشتوا. اي سي سيريو سي تري سيريو مش سي سيريو اصلا. اللي انا بالحق ما عادش نحب نقابل حتى حد راه مستفاد ليك. راني انا بالحساب تو عندي ثلاثة معناها مش عايلة نحكي اصحاب ثلاثة من الناس اكهو اللي انا نجم نقابلهم ونجم نكلمهم ونجم نحكي معاهم خاطر ضيعت برشا وقت خاطر نحس في روحي ما نعرفش كيفاش نوصفها اما نحس في روحي كبرت نحس في روحي ضاع لي بالحق ضاع لي برشا وقت كنت نجم نستغله اوتخما على خاطر التونسي منقور على خاطر انا بدي نجم نقرر معناها ما انا الافونتاج نتاعي كانت نقرر نتكلم فهمتوا. دونك التونسي ياخذ في خاطره وما يقولكش اللي هو ياخذ في خاطره. التونسي ب200 حال التونسي يتقلب في لحظه التونسي يحب يفادلك اما ما يحبش تفادليك معاه. دونك انا الحقيقه وسع البال هذا الكل ما عادش موجود عندي. دونك انا اي خليت ثلاثة من الناس أكا هو هما يعرفوا رواحهم زوز بنات وطفل يزي. دونك بالحق والله لاني قلق في الدار راني حتى طارف بالرسمي وماهيش ديبريسيون ماهيش حتى شيء بالعكس عامل ان تري بون كيف راكش في داري نقضي في قضية الريكل في اموري قاعد جافونس على الحكايات عندي دي زوبجيكتيف جدد اللي ما كانوش في مخي ولا في مخي اللي قاعد نحربت باش نوصل لهم وان شاء الله ربي سهل وباش نوصل لهم. دونك كيف ما يقولوا الناس بكري يا مونك الوحش ولا لذاء حافي ولا تكركيرك في الشلايك. ما بالحق عباد مصت مني برشا وقت برشا صحه مونتال وفيزيك يا خويا يزيني انا علاش معناها. وفما زاد الكاتيجوري الاخرى اللي قلقتني اللي عملت لي مشاكل اللي وترت لي اعصابي معناها اللي عملت لي فازات فهمتوا. دونك ما نحبش معاش ما نحبش نخرج عندي نهار اللي نحب نخرج باش نخرج مع واحد مثل اللي قلت عليهم واضحه العمليه معناها ما يزي اون باس اوت شوز. وانا راني على قد ماني منظم في القضيه وموسوس وفي حياتي على قد ماني مفروض في علاقاتي معناها. وانا مع العباد اللي معايا مفروض ياسر معناها لنفلتري كلامي لنفلتري تخمامي اللي يجي على بالي نقولو اللي نحب نعملو لنفلتري زاد كيف لا في فلوسي لا في تصرفاتي معناها. دونك بالرسمي العبد اللي باش يكون بجنبي لازم يكون يستحق الفرته هذيك وما ياخذهاش بالغلط وما يقلبهاش معناها. ما انا في مخي هكا الصحبه ماهيش سهله الصحبه راهي ماهيش سهله معناها اي. ونعرف في فيرسيون تاع الناس الكل انا بيا وعليا ما عندي حتى مشكل انا مانيش في محكمه وني باش شكون صحيح وشكون الغلط وشكون اللي خير وشكون اخيب. انا اصلا ما نسمحش لروحي باش نتقارن حتى حد. دونك انا صحيح انا الغلط ما فما حتى مشكل. ليسونسييل واحد ضميره مرتاح وإليت خونكيل انا ضميري مرتاح. ناخذلكم اكزامبل بسيط 16 يوم في مصر 16 يوم لا بون فواياج الحمد لله على سلامتك لا صحه لا جيم لا كومونتير لا قلب على ستوري لا شنحوالك لا بروفيت لا حتى شطر ربع مساج ومن بعد يقول لك اصحاب باش اصحاب باش اصحاب. وانا اللي بص بصه نزل تليفون نطلبو باش اصحاب. وانا اللي يعمل اي حاجه نبدا نبعث له في المساجات ونبعث له في القلوب وجرايد وندر شنو وصحه 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 للي اصلا ما عادش يجاوبوني ولا يتقلقوا مني باش اصحاب. سهلة هي كيكة معناها. راني نحكي لكم سونز اكسبسيون كل اللي عندهم برشا صحاب كل اللي مازلت كعرفتهم راهو ما راهو استغراف قداش العباد معناها ما يحبوا كان لهم هما اكا هو الخير قداش يبخلوا عليك حتى برياكسيون ما حشتيش بهم انا هذوما ما حشتيش ما عندي ما نعمل بهم انا هذوما انا نعطي وما ناخوش لا يزي نحب ناخو حتى انا.
وتوا اتخونتا بالرسمي وليت نحس في روحي لا عمري توا متاع تقدم ومتاع خدمة ومتاع فلوس. اي جولي دي معناها جولي دي او فور تاع فلوس. ان الوقت اللي نضيع فيه معك انت في التليفون واللي ضيعته معك قبل واللي صبرت واللي كسرت راسي معك واللي وقفت حياتي باش نحل لك مشاكلك انت، انا جو بريفير توا ايه ندبر بيه فلوس، نخمم كيفاش نجيب بيه فلوس، نخمم كيفاش جاميليور لا سيتوياسيون نتاعي وكيفاش نوصل لحاجتي بيه. 30 سنه ماهمش شويه يزيد شابيتر وسكرناه على الناس الكل بالباهي بالخايب، ان شاء الله كل واحد ياخذ على قد قلبه بوان بار وسهله. ولاني معناها متقلق من حد ولا عندي مشكله مع حد باجيتو ولا اما ما نحب نكلم حد. لا حاجتي بيك باش تكلمني لا بالباهي لا بالخايب، متاع ربي سمعنا لبعضنا علم الخير وفي الامان وبالسلامه. دونك انا عندي نصيحه واحده لكم انتم الناس الكل، اتعلموا عيشوا وحدكم وتعلموا عملوا على رواحكم في كل شيء. انا واحد من الناس جو مون سور تري بيان، مانيش مستحق حتى حد في حتى شيء. هذا اش معناها بالرسمي لانديبوندونس؟ مش كلمه تتقال اكها ولا انك تقضي امورك ودنيتك، معناها اللي كيف يغيب عبد حياتك ما تقفش وما لازمهاش تقف وحتى حد ما عنده الحق يوقف لك حياتك. دونك افهموها الحكايه هذه وتعلموها مهما كانت صفته ومهما كان هو الانسان. دونك لا فكر شمك وحدك، نهار اخر تتحاسب قدام ربي وحدك، اللطف معناها بعد عمر طويل واحد نهار اخر في قبره يبدا وحده. اللطف عليكم معناها في لي مومون فور وديسيزيف وحدك، الاصحاب موجودين باش يزينوا الحياه مش العكس، اللي مش يزينها يهز هزاهزه ويطير. وسامحوني كان طولت عليكم شباب رسمي، وما تعرفوا الموضوع هذايا قديش يسخني، ونعرف اللي برشا تو باش يتفرجوا في ستوريات وباش يقولوا شكون يحكي على الصحبه وشكون وشكون. اي اي بينك وبين روحك تعرف اللي انا عندي الحق نحكي على الصحبه، معناها مالغري ما عليناش في الديتاي، معناها تعرف اللي انا اكثر عبد عنده الحق يحكي عليها الصحبه. جوست بور كلوتوري يقول لك العشره والماء والملح، راهي العشره باش تتصان لازم زوز يصونوها مش واحد هكا هاو. انا نصون في العشره والماء والملح وانت سامحني فاش قاعد تعمل انت خطام تستنى في انا نصون هالك؟ ليه كل واحد يصون متاعو، انا عشرتي من شيرتي صونتها، وصلتني الحاجه وصلتني، ما وصلتنيش نهز عشرتي ونمشي نعشر بها عبد اخر. وقعد انت وعشرتك تصونها ولا ما تصونهاش ولا اعمل فيها اللي تحب، كل واحد يصون متاعو. بيس اوت اشتعى وماشي من البلاصة من اكثر البلايس اللي نحبهم ووحدي. طيب نقول لكم حسين ولا طلعوا انتم ترى اشوفكم تعرفوني ولا شنو من اكثر الحاجات اللي نحب نعمل. بالهم انا في حياتي ولي زكتيفيتي وغرامي ودنيتي شنو حسب رايكم ترى. يا جماعه راهي حفله في مباغا، راهي رابخه مش حفله، راهو ما فماش ماركه ما فيهاش بروموسيون. دونك انا جيت تو سبيسيالمون باش نبارتاجي معاكم شويه فازيت تبع البلاك فرايدي نتاع مباغا، وباش العباد اللي ما تستعملش معناها في البرودوي اللي نستعمل فيهم انا وعندهم سكين كير والا اي روتين اخرى هير ولا معينة يستعملوا فيها، مش باش نقول لكم اللي راه موجود كل شيء في مباغا. يعني مباغا راهي لا خليت اسفير لا خليت فيلورغا لا خليت بيونار لا خليت اربيوس، راهي كل مكياج فريمون مارك الكل. اتاو زيد نكتب لكم انا تاو اسميهم كي تراو فيهم قدامي في ستوري، راهم هذوما لي مارك الكلهم فيهم دي بروموسيون وفيهم دي باك سورتو. دونك انا اخترت 3 باك باش نبارتاجيهم معاكم اللي حسيتهم انا انتريسون واللي جمعت مباغا كيف كيف نصحوني باش نريكومونديهم لكم. اول باك باش نبداو بيه من مارك بيزلاين، ما نعرفش اذا كان تعرفوها لا مارك ولا سي اون مارك نتاع كوزميتيك ليبانيز، وراهي مشكوره على الاخر على الاخر واباز دو عسل كلها، معناها لوريجين نتاع لي برودوي نتاعها جايين اسونسيلمون من العسل. دونك كيف تاخذوا لو جيل نتوايون
خونا اللي هو كيف كيف كنت نقرا عليه توا اي لي تري ريكوموندي و تري بيان نوتي ومعاه رولون عود ابارامون زاد كيف كيف حسب ما قريت لي كومونتير نتاع العباد توا في جوجل ابارامون الريحه تقتل تاخذوا معاهم لو ماسك كادو باش نحكي لكم على الماسك استعملته مره قبل ديجا اسمه وايت سفير لاكجوري C'est un masque tissu, donc tissu masque donc comme quelque chose qui est tatoué sur le visage. Il est classé un masque de luxe où il a un effet liftant, yeshat el jilda ou éclaircissant. C'est un masque مرة قبل بالحق شي تكون عطاه لي مانيفيك بالحق تراو لو ريزلت نتاعو بالوقت. دونك كيف تاخذوا لو جيل نيتوايان والغولون معاهم لو ماسك هذاك تجربوه كادو. صعيب ياسر ياسر كان فما عبد من اللي تبع فيا ما سمعش بإس في آر وإلا ما استعملش إس في آر في حياته أو موان مرة لا ماخك تحكي